ويا مرحب صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد، وبهذا الفيديو شاركتكم جولتي بالافيمي سنيورت افيمي، اسمه يمكن ميدان افيمي، وكمان بسوبر ماركت شوك عملت هيك فيها جوله للاغراض والاسعار الظريفه ممكن اشتريها منها، بالاضافه لاستقبالي لضيوفي والوصفات اللي حضرت لهم اياها وشغلات تانية. وقبل ما تكملوا الفيديو مثل العادة بدي اياكم تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، واذا ما كنتم مشتركين تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. وعلى فكرة بس ينزل هذا الفيديو بيكون نزل فيديو على قناتي التانية اللي هو تحديات وصفات تيك توك المشهورة انا وبنتي، فيه كتير هيك ضحك وفيديو يعني للتسلية، فاذا ما شفتوا لسه روحوا شوفوا. وكمان رح اترك لكم رابط قناتي ولا فلوج بصندوق الوصف. نزلت على هذا الافيمي، كنت عم دور على مدات للطاولة الصفراء، والمدة اللي بتجيك بالوسط الأورتو اللي بتنحط على الطاولة، فهيك عجبني كذا موديل بس مو مثل اللي بدي اياها انا وعم دور عليها، فحبيت اعملكم هيك يعني جولة على الاغراض الموجودين. عنده كتير شغلات حلوة، هدول خشبيات، قسم الخشبيات كتير حلوين واسعارهم معقولة، يعني 50 ليرة لكل قطعة. وهون عنده هذا الطقم كتير حبيته، بس القطعة الواحدة مثل هاي الزبدية الشوربة يمكن حقها 140 ليرة، فالكتير الطقم بيطلع حقه مبلغ كبير. خلصت الفتلة بالافيمي ودخلت على هذا محل الحلويات اللي بالميدان، اخذت من عنده الكرواسان بيجي تازة وكتير طيب من عنده، يمكن اسم المحل الشهبندر. السهرة كان جايين الضيوف وحبيت اعمل هيك وصفتين من الحلويات سريعات، يعني يكون ما ياخدوا وقت لانه ما كتير كان عندي وقت، فاخترت اعمل كوكيز بس هيك بنكهة مختلفة، وكمان كيكة البردقان من اطيب الكيكات اللي ممكن تعملوه هلأ بالشتاء. اول شي مثل ما شفتوا خسلت البردقان وقطعته مع قشره وصفيته بصينية التشيز كيك، ورشيت اول شي سكر بعدين حطيت البردقان، ولخليط الكيك حطيت 3 بيضات يكونوا الاغراض كلهم بحرارة المطبخ، حطيت فانيليا، حطيت كاسة سكر، تقريبا نص كاسة زيت نباتي، وكاسة من عصير البرتقال الفريش، والطحين بتاخد تقريبا كاسة وثلاث ارباع او كاستين ناقصين معلقتين من الطحين، بالتدريج بتنزلوه، وكمان ظرف بيكنج باودر بس ما بدها كتير شغلات، بس يصير بهذا القوام الكيك، ما بده يكون يعني ماسك كتير، بده يكون شوي مريء يعني مثل ما لكم شايفين. بحطهم فوق البردقان وعلى حرارة فرن 200 مو اكتر من 200، اذا فركون حامي كمان نزلوه اكتر الحرارة، تقريبا بياخد 30 دقيقة او 35 دقيقة وبيكون جاهز. للوصفة الثانية الكوكيز حطيت تقريبا 100 أو 120 جرام من الزبدة، كمان بتكون من بحرارة الغرفة، حطيت فوق منها بيضتين، 3/4 كاسة سكر يعني مو كاسة كاملة، لأنه الشوكولا اللي ضيفها إلها كتير حلوة فعشان ما تطلع كتير الحلاوة تبعها واضحة، فحطيت الفانيليا مع البيض والسكر والزبدة، خفقتهم كتير منيح مع بعض، وهلا ححط من الشوكولا، هي الشوكولا كتير طيبة أول مرة بجيبها، من البيم عامل عليها عروض، سعرها كتير حلو يعني مالها غالية. وهيك القالب كبير، خرج الحلويات محشية خلاصة التشيلك اللي هو الفريز، فنكهتها هيك مميزة جوا العجينة. اخترت انه خلي العجينة هون بيضة يعني على فانيليا، ما حط لها شي عشان تضل طعمة التشيلك واضحة.
فيكم انتو تضيفوا معلقة يعني كاكاو او معلقتين، تشيلوا من عيار الطحين وتحطوا كاكاو مشان تطلع طعمتها على كاكاو انتو اللي بتكون ياه، بس انا فضلت تخليها مشان تطلع طعمة الفريست واضحة. وحطيت الطحين مثل ما لكم شايفين بالتدريج مع ظرف البيكنج بودر لحتى صارت معي مثل هاي العجينة. رح احطها هيك بالبراد شغلت 10 دقائق بعدين اشتغل فيها. بين ما ارتاحت العجينة عجينة الكوكيز بالبراد حضرت الضيافة من البزر والمكسرات وهيك شغلات. كورت طابات الكوكيز مثل ما شفتوا، واذا عندكم القالب تبع البوظة الايس كريم كمان بيمشي الحال. حطيتها بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت سوا لمدة تقريبا 20 دقيقة او 18 دقيقة. من أطيب وأسهل الكيكات هي كيكة البرتقال، كتير طيبة وسهلة. وعلى مثالها فيكن تعملوا المانجو، الأناناس، الكرمنتينا، المندلينا، يعني أي شيء بتحبوه. من برا بتحطوا الفاكهة ومن جوا العصير. والكوكيز كتير كتير طيب، ما بقلكن على ريحته قديش كافت ريحة الفريز مع ريحة الشوكولا، كتير طيبة، بنصحكن تجربوها. والصبايا اللي عم تعجبها وصفاتي وعم تطبقها وعم تنجح معها تشاركني اياها على الانستغرام لحتى هيك شوف ابداعاتكم. واذا بدكم شي وحابين تسالوني اي شي بتقدروا تتواصلوا معي على حسابي الانستغرام ولا استاي، وهنيك بتقدروا تتابعوني وتتابعوا يومياتي. صباح الخير من يوم جديد، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الخير، صباح هيك رفع الظلم عن المظلومين يا رب. الأمطار عنا ما شاء الله ما عم توقف باسطنبول، الشتوية اجت هيك مبكرة شوي يعني، وما شاء الله كأنه بالمنطقة كلها هيك الأجواء، حتى بدول أوروبا، حتى بسوريا هون كله مبرد الجو على بكير. بس ما تطلع لبرا تفتحي اياه. شو سيلا بردانة؟ في بري؟ لا مو كتير، في مطر بس مو كتير برد. ما؟ ايوة قضية جديدة هاي؟
وصلتي على المدرسة وفتت على السوبر ماركت، على سوبر ماركت شوك كتير بصور فيها قليل، لأن كتير ما كتير فوت عليها. أنا أكتر فوتاتي على البيم وعلى فيلي، فلهيك حبيت أدخل عليها اليوم لأنه في منتجات نصحوني فيها، ففت لأخدها وأخد كم غرض لازميني. هلا قالوا لي على هذا الزيت إنه ظريف اليوم، بس ما أخدته لسه ما جربته. في زبدة الفول السوداني هاي كتير ظريفة، أخدت منها. في منها نوعين، يعني في منها على زبدة، في منها على الأزمة بيقولوا لي عنها مثل الهريس الفستو. وهذا الطحين الأسمر اللي سألتوني عنه، في صبايا كتير سألوني عنه بدون صورته، بس أنا كنت كاب الكيس تبعه، وبيجي هيك كيس كبير فيه كيلين، في منه بيجي 5 كيلو، بيجي سعره أغلى شوي من سعر الأبيض، الطحين الأبيض. فأخذت منه، وبدي أخذ، كنت أنا فايت من الأساس أخذ خبز اللواش اللي مثل التورتيلا، هو لا له لواش ولا له تورتيلا، مكتوب عليه البيستو، فكتير ظريف حبيته، حبيته أكثر من تبع البيم بكتير، يعني بيشبه كتير تورتيلا بس أطيب كطعمة. وأخذت هيك شوية أغراض، كنت ناوية أعمل أكل المساء فيها هيك دجاج وفطر وهالشغلات، إن شاء الله بالفيديو الجاي بتشوفوها كتير ظريفة. وكمان قالوا لي على هذا الكاتشب طعمته طيبة كتير وأطيب من تبع البيم، كمان أخذت منه. أخذت العيران، يعني يكفي كتير شغلات ممكن الواحد يشوفها يلاقيها يستمر عليها، يعني بده يجرب لحتى يستمر. وفي هدول الصوصات، في صوص البيستو، في هون صوص النابولين، يعني صوصات المعكرونة هدول الإيطالية. وفت كمان مشان هذا المنظف للغسالة، قالوا لي كتير ظريف، أنا غسالتي شوي عم تعطي ريحة، يعني مو ريحة مو وسخة هي، بس عم حس إنه ما عم تعطي ريحة التياب المعطر كما يجب. عرفت علي كيف؟ حطيت من الخل الأبيض والكربونات نظيفة ونطفت، بس لسه ما عم تاخد الريحة مزبوط من المعطر، فقلت لأعمل فيها لأشوف جرب منيحة أو لا. بعروض البيم او الشوك يعني ممكن تلاقوا كتير شغلات ظريفة وحلوة، بس ايام بتكون اغلى من برا، يعني ما بعرف يمكن لانه بالعروض فبيستغلوا هذا الموضوع بيحطوها سعر اكتر من برا. ففي هدول الصحون حبيتهم، بس شايفتهم برا انها ب10 القطعة، هون عندهم اياها ب18. وشفت هذا كمان الترموس، او هو خلاط صغير الفواكه بنعمل فيه السموذي بس لشخص واحد، بس لقيته ناقص قطعة ومفتوحة كتير العلبة وما كان في غير القطعة فما اخدته. خلصت كل أغراضي ورجعت على البيت، مثل ما شفتوا دغري شغلت الغسالة، أنا كنت مليفة يعني الدرج تبعها والفلتر، بس رجعتهم على مكانه وشغلتها على درجة حرارة 60 ودورة طويلة تكون شوي مشان هيك تنضاف. وكاتبين بالتعليمات إنه بعد ما تخلص الدورة جيبوا دغري الشقفة ومسحوا الجلدة والباب والأماكن الصغيرة اللي ممكن تعبي فيها الأتربة. هلا بصراحة الجلدة كلها انطفت، كانت شوي عاطية لون غامق، بس كلها انطفت وصارت كأنها جديدة. حبيت شارككم نتيجة الكشكة الخضراء اللي عملتها معكم بفيديو سابق، اللي هي البرغل واللبن، نقعناهم هيك سوا مع شوية ملح، تركتهم برا
ليوم كامل، بعدين حطيتهم بالبراد. هلا انتو بتحسنوا اذا لقيتوا كميات اللبن قليلة، يعني اللي طلع اللبن فيهم هيك قليل بتحسنوا تزيدون. انا هون هي عملتهم علبتين تقريبا، علبة بين ايدي علبة تركتها بالبراد هيك يعني بصدر البراد. حطيت لها كمان لبن زيادة، وانتو قد ما بتحبوا تحطوها لقشطة، بتحبوا تحطوا لها لبن عادي، لبن مصفى اللي بدكم اياه. وعلى وشها بنحط جوز وبقدونس وبصل مقطع، بصل ناعم يعني، او شو بتحبوا انتو تحطوا، بس هي هيك بتتاكل. اللي ما بيحب البصل لا يحط له بصل، بس كتير البصل بيعطيها طعمة طيبة. واكيد اكيد اهم شغلة فيها واهم عنصر بنضيف لها هو زيت الزيتون. كتروا له شوية زيت زيتون تطلع كتير كتير طيبة. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم حبايبي. اذا عجبكم ما تنسوني من لايكاتكم وتشجيعكم الي. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.